والآن أطرح مشروع القرار على التصويت. الرجاء من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة حاملة الرمز S شارطة 2024 شارطة 173 أن يرفعوا أيديهم. المعترضون. الممتنعون. نتيجة التصويت هي على النحو الآتي: 13 صوت مؤيد، صوت معترض، وصوت ممتنع. وبالتالي لم يتم اعتماد مشروع القرار بسبب التصويت السلبي من أحد الأعضاء الدائمين في المجلس. تابعونا على المواقع التالية: